أنا أطالب الاتحاد بأن كأس آسيا تكون هدف مهم ونشتغل عليه، وبدون بدون بدون الشوشرة هذه اللي صايرة. الحقائق موجودة، احنا خرجنا من كأس العالم، مش نهاية العالم صح، كان عندنا أمل كبير وكان عندنا حلم كبير، وهذا جيل يستاهل يوصل كأس العالم، ما صار. ولكن فوزنا بكأس آسيا إن شاء الله إذا تحقق راح يكون جائزة للجميع يعني، والاتحاد الكرة في المقام الأول.